عاشوا في دنياهم كأنهم في أخراهم، ربطوا الدنيا بالآخرة، لم يفرقوا بينها، عاشوا كأنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الآفاق الروحانية والرحمانية التي يحرمها أصحاب الفكر المجرد عن التربية الخاصة المحمدية. إذا كانت الخلوة هي المسكن الوجداني فإن الذكر هي قوته، هي قوته الروحي. من ذكرني في نفسه، لأنه قابل في ملأ، في نفسه في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس وأولى المتأملين الذين طرق هموم البشرية عليه في الخلوة. يعني كانوا رهبانا في الليل، رهبانا في الليل، فرسانا في النهار. عرفوا الله فعرفهم للعالمين، ذكروه في أنفسهم فذكرهم في ملأ خير منها، استوحشوا من الخلق واستأنسوا بالخالق، طلبا للاستقامة فمنحهم الله الكرامة. هو حال العارفين بالله الذين ارتقوا إلى مدارج السالكين، فاختاروا الخلوات ملاذا لصقل الأرواح والرقي بها إلى أعلى مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الإنسان مكون من جسد وعقل وروح، وفي حديث جبريل عليه السلام نلاحظ أن التقسيمات، تقسيمات الأسئلة التي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق تماما على هذا الوضع. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان وهو أمر روحي هدفه الأخذ بيد العبد، لأن كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المجاهدة نقل النفس من الأخلاق المذمومة إلى الأخلاق المحمودة، ولا ينتهي الأمر. والنفس لها ترقيات، شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. قالوا أهل هذا الفن التربية الروحية، المجاهدة أركانها أربعة، الخلوة إحداها، العزلة أي اعتزال الأنام، العزلة وقد يعبر عنها بالاعتكاف، العزلة، ثم الجوع أي تقليل الطعام، ثم السهر تقليل المنام، ثم الصمت أي تقليل الكلام. بعيدا عن سخب الحياة، وجدوا لأنفسهم مكانا للارتقاء بالروح على سبيل الأنبياء والرسل أجمعين. فالنور خرج من غار حراء حيث كان يختلي المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته درج عليها العارفون، فكانت ملاذهم الآمن من مغريات النفس وأهواء الحياة التي تعكر صفو أيمانهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. الخلوة الكثير يتساءل هل هناك تأصيل شرعي لهذه الخلوة بحيث يجعل لها أدلة من الكتاب والسنة؟ القرآن الكريم يروي لنا عن أم سيدنا عيسى عليه السلام مريم ابنة عمران أنها كانت تتحنث وتعبد الله تعالى في محراب، والمحراب يكنى به عن الخلوة، بمعنى أنه لم يكن يشاركها أحد في هذا المحراب، حتى أن أقرب المقربين إليها وهو زوج أمها زكريا عليه السلام حين دخل عليها المحراب سألها، يعني دخل عليها ولم يكن معها. القرآن الكريم يعني الآية تقول: ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكانت هذه سنة النبيين والصالحين والصديقين قبلها، فقد كان يتعبد سيدنا موسى عليه السلام في جبل طور سيناء، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى وحكى لنا عن قصته: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد أفضل خلق الله طرا، هذا كانت له خلوات قبل مبعثه. تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في حديث في البخاري وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله نبيا كان يحبب إليه الخلاء، بمعنى أنه كان يعتزل الناس. ثم أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، ثم اتجه إلى غار حراء، إلى غار حراء يتحنث فيها الليالي ذوات العدد، بمعنى يمكث ليالي وأياما وهو خال مع ربه. أما عموم المسلمين الذين يرغب أحدهم في أن يتخلص من عوائق الدنيا وعلائقها، له أن يختلي، له أن يختلي. عامة الناس لهم الحق في الاختلاء، وقد قال الله تعالى حتى للمشركين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انظري، دعا المشركين لأن يختلوا اثنين وواحدا واحدا، وينظروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الانفراد كفيل بجمع شتات الفكر وشتات النفس، فيهدى المرء إلى أصوب أموره وأحسن أحواله. الجزائر ومنذ أن احتضنت الإسلام قلبا وروحا وقوافل العباد والزهاد تفد إليها، وكان لمرورهم أثر جسدته هذه الخلوات، ولكل واحدة منها حكاية وحديث. والذين جاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأولياء والصالحين كلهم كانوا يتخذون خلوات، وهذه الخلوات كانوا يتخذونها للذكر، وكانوا يتخذونها للتفكر، حتى أن الله جل وعلا قال في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من هنا، من جبال إمساون في بجايا، تبدأ الحكاية. لم يبقى أثر للمكان إلا رواية المؤرخين. يعني من ناحية تاريخية يؤصل الباحثون أن أول الخلوات كانت في بجاية في القرن السادس الهجري، يعني الإسلام دخل في نهاية القرن الأول إلى بلادنا هذه مع الفاتحين. ثم هؤلاء الذين كانوا موصوفين بالزهد والعبادة والذين أسسوا هذه الخلوات، لم يتطور هذا العلم على الشكل الذي نراه كعلم قائم بذاته إلا في القرن السادس الهجري. ثم بعده اتخذ هؤلاء خلوات لهم، ويعدد الغبريني في كتابه عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية، يعدد كثيرا من هؤلاء العلماء كانت تعرف لهم خلوات. انطلقنا في رحلة وجدانية جمالية لرصد أسرار هذه الخلوات وحكاية من دخلوها. بدأت رحلتنا من أعالي منطقة تيزي وزو ببوغني، رفعنا بصرنا فبدت لنا زاوية سيدي علي ويحيى العالم الجليل الذي أدخل الإسلام إلى هذه الفيافي التي لم تكن شيئا مذكورا، إلى جانب هذه الزاوية التي صمدت مع السنين تنشر العلم والدين إلى يومنا هذا. الخلوة كانت أول ما بناه الشيخ عند دخوله إلى المنطقة. هذه الخلوة هي خلوة الولي الصالح سيدي علي ويحيى في هذه المنطقة في بني كوفي في بوغني ولاية تيزي وزو، وهو ممن ورد هذه المنطقة في القرن التاسع الهجري من النازحين من الأندلس، وجاء من السقية الحمراء ووادي الذهب. هذه الخلوة هي أقدم بناء في هذه المنطقة كلها، كانت غابة ورفة الظلال، كان وحده يتعبد الله ويتحنث، ولم ينقطع القرآن الكريم تلاوته وتدريسه من القرن التاسع الهجري إلى أيامنا هذه. ثم أنشأ معها مدرسة قرآنية بالمحاذاة، أصبحت فيما بعد زاوية كبرى
وفي هذه الأعوام الأخيرة أصبحت تكون الآلاف من الطلبة في القراءات القرآنية والتجويد والعلوم الخادمة للقرآن. كان يعبد الله تعالى ويتحنث الليالي ذوات العدد في هذه الخلوة التي هي داخل الخلوة، وفيها مشكاة كان يضع فيها قنديله ليضيء له يعني الكتب التي كان يقرأها أو الشيء الذي يستعين به على ذكر الله عز وجل. كل من دخل إلى هذه الخلوات من الصالحين أنار الطريق بعلمه ونشر رسالة الإسلام. فهنا بمنطقة السخونة بولاية سعيدة أسس سيدي محمد بن بحوص ابن الشيخ هذه الزاوية، بعد أن كان يختلي في هذا المكان الذي مر منه الشيخ أبو عمامة وما زالت مسبحته شاهدة على في هذا المقام الذي نحن فيه. عاش المربي سيدي محمد ابن بحوص ابن الشيخ ابن سيد الشيخ، اختار هذا المكان وعمره بالإيمان وعمره بالقرآن، وقطع الاتصال عن الخلق وربط الاتصال برب الخلق، فتعلق وتحقق وتخلق، تعلق بالله وتحقق بأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفات الله، وربط الاتصال المباشر مع الله سبحانه وتعالى. هذا المقام الذي كل من اتبعه إلا سمي بالمربي، فكان صاحب هذا المقام من المربين الذين عرفتهم المنطقة، هذه المنطقة التي كانت تشع بالأنوار وتشع بالأسرار. ومن هذا المكان تخرج الفئام من الطلبة حافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى ومتربين بالسلوك النبوي، سلوك القرآن والإيمان، وهذا ما يسمى بالإحسان. استمرت رحلتنا في البحث عن الخلوات إلى بوسمغون. سلكنا هذا الطريق الذي يترام وسط الجبال الشامخة التي تبعث في النفس صور الجمال والجلال وتدعو إلى التدبر في بديع ما خلق الله سبحانه وتعالى. دخلنا المنطقة فأصابنا شيء من هدوئها وسمتها. الدخول إليها دخول إلى عصور كثيرة تمثل كيان المنطقة وذاكرتها الذاهبة في الزمن، لكن بوسمغون التي استضافت خلال عمرها الطويل حضارات كثيرة لم تفقد روحها الإسلامية بمعمارها وأعلامها. وأنت تدخل إلى القصر إشارة تدلك على خلوة سيدي أحمد التجاني، الرجل الورع الزاهد الذي ترك رغد العيش طالبا الأنس بالله سبحانه وتعالى، فأسس لنفسه هذه الخلوة في عمق القصر في محاذاتها المسجد العتيق، أين كان يتعبد فيها لمدة 17 سنة، يجمع بين الذكر ليلا وتعليم القرآن وخدمة الأرض نهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ رضي الله تعالى عنه لما خرج من مدينة تلمسان يعني قاصدا الشلالة المدينة التي بقرب بوسمغون، فمكث فيها 4 سنوات، ثم بعدها يعني أتى إلى بوسمغون. بوسمغون هذه كانت حاضرة علمية يعني لما مر هنا من فقهاء ومن صالحين، وكانت مشهورة بخلوات الصالحين. أنتم ترون أن الجو يعني جد روحاني في هذه البلدة، وترون أن الهدوء الذي يعني يساعد في التأمل ويساعد في العزلة عن الخلق. فبقي مدة 17 سنة متعبدا
يعني آمرا ناهيا مبينا مرشدا للناس وناصحا للأمة. خلوته لم تكن هنا فقط، هذا ينبغي إدراكه. المرحلة الأخيرة التي أقامها هنا بعد الخلوات والذكر والمجاهدة التي أكرمه الله عز وجل بها، فرأوا فيه سمات الصلاح ورأوا فيه الجد في الطلب. الشيخ رضي الله عنه منذ نعومة أظفاره كان جادا أن يصل إلى المولى سبحانه وتعالى، لم يكن يعني طلبه طلب يعني طلبا فاترا يعني فيه التكاسل، لا، كان فيه الجد منذ صغره رضي الله تعالى عنه، وذلك ترونه في أنه حصل العلوم الشرعية وهو دون العاشرة، وحافظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين. هنا في هذه الخلوة التي كان يتعبد فيها الشيخ رضي الله تعالى عنه سيدي أحمد التجاني، في هذا المكان يعني كان يضع الحبل في هذا العمود، هذا الحبل كان وظيفته أنه يعني يحط الحبل على الصدر، فإذا يعني جاءت سينة عن النوم الشيخ رضي الله عنه توقظه. الحديث القدسي المعروف 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بمعنى أن الذكر مع الجماعة لم يذكر من هذه الأمور الراقية جدا، أرقى منه أن تذكر الله خاليا. لماذا الخلوة؟ لأن الخلوة تبرئك من هذا الرياء الذي ربما يتسلل إلى نفسك وأنت تذكر الله تعالى. الخلوة تجعلك مع الله تعالى مباشرة، ليس هناك ما يشوش على هذا الذكر وهذه الصلة بينك وبين ربك. على مرمى حجر من القصر لا يزال المكان الذي كان يدرس فيه القرآن ويصلح بين الناس شاهدا على ذلك. يقول العلماء إن الخلوة واعتزال الأنام يصفي الذهن ويفتح الفكر، فرب عزلة تدخل بها إلى ميدان فكرة. فإذا ما أراد أي عالم أن يوجه ذاته ويوجه غيره من الناس، عليه أن ينعزل عن النسق الأكبر إلى النسق الذات الأصغر. يقول النطويبي في كتابه تاريخ البشرية في باب أوراق الشاي أنه من انعزل بذاته عن ذاته في ذاته وتغلب على مواجعها وعلى موجات الأنا التي فيها يستطيع أن يواجه الآخرين بل أن يوجههم. حقيقة ترويها تيهارت للأجيال، دخلنا المدينة التي يحرسها جبل الناظور موطن الصالحين، وهذه الكهوف التي تحكي للمارين أصالة تيهارت. تيهارت أو كما يسميها الكثير من المؤرخين والرحالة بتيهارت هي موطن للعرفان وموطن للعارفين الذين مروا بهذه الربوع الطيبة الطاهرة، وعلى رأسهم
سيدي محمد المعروف بالسائح السباعي المحمد الإدريسي الحسني، وله مغارة وخلوة بوسط المدينة يعرفها الكثير باسم مغارة أو خلوة سيدي محمد. أيضا مر من هنا واستوطن سيدي أبو عبد الله بن محمد بن سيدي واضح المشيشي، ومر أيضا بل استوطن هذه الربوع سيدي خالد بن زكريا الأحمدي الإدريسي. أيضا مر بهذه الربوع سيدي ناصر بن عبد الرحمن الحسني ويقال الحسيني بهذه الربوع. إلى فرندا حيث قلعة بني السلمة، بيوت الطين وظلال الحنين. وقفنا في المكان فامتلأت جوانحنا بحنين لا يخبو لفترات تاريخية متقاربة متباعدة تروي تفاصيلها هذه الخلوات التي تحمل اسم مفكر ملأ الدنيا بعلمه، قدم لفرندا شرف المرور وللإنسانية علم الاجتماع. إلى هنا قدم ابن خلدون حاملاً معه عصارة أفكار وتجارب عاشها متنقلاً بين بلاط الحكام ومواطن عديدة. سبب وفادة ابن خلدون إلى المغرب الأوسط الجزائر وبتيهرت خصوصاً وبفرندا في مغارة قلعة بني سلمة، لعل الاهتداءات التي جاء بها ابن خلدون كانت من شيخه وصاحب الفضل الذوق عليه، وهو الشيخ أحمد بن إدريس الأيلولي البجائي القادري. لو بقي في النسق الكلي لما اهتدى. إذا أردت أن ترصد الحركة عليك أن ترصد المتحرك بثابت، وإذا أردت أن ترصد المجتمع المتلاطم فيما بينه عليك أن تثبت بانعزال. هي حركة فيزيائية في الأصل قام بها ابن خلدون وقام بها كثير من العلماء والفلاسفة. على أبو حامد الغزالي: وجدت العلم أيسر من العمل، وبالتالي العمل إن ارتبط جنبا إلى جنب مع مرحلة الخلوة التي وجد فيها الغزالي ضالته. في هذه الخلوة خط فصول الكتاب المقدمة الذي غير فكر البشرية وقدم قراءات علمية لسير أحوال الشعوب ومجرى التاريخ. شرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها، وأكملت المقدمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت نتائجها. الذي لخص هذا التوجه هو العالم الألماني إدوارد شبينغلر، حينما تحدث عن المدنية الأوروبية وشبهها بسيارة لا وقود فيها، أي أن لا روح فيها. كان من هذا الباب متأثر بابن خلدون الذي جمع الروح بالجسد وفريوضات الذوقية بالتأمل العقلي وببناء الدولة في هرمها الشكلي وبناء الدولة في مضمونها الروحي. ابن خلدون تأسيا برسول الله سلك مسلك الخلوة، وكثير من العلماء بعده حتى الأوروبيين أمثال أرنولد توينبي وشبينغلر تمسكوا بالعزلة لعلهم يجدون حلا لدولهم ولحضارتهم لينقذوها من الفناء. ومن التفرد الذي جاء به ابن خلدون استطاع باهتداءات خاطرية أن يأتي بعلم لم يسبقه إليه أحد، وجاء بعلم استطاع من فيوضاته التي اقتبسها من الخلوة أن يوجه البشرية جمعاء إلى مفهوم العمران البشري والملكة اللسانية ومفهوم التحضر ومفهوم البدو
ولم يتأتى هذا الفصل المزدوج الغريب في نوعه إلا من فيوضات تلك الخلوة. النسخة من كتاب المقدمة لا تزال تحتفظ بمكانها بين رفوف مكتبة أسسها واحد ممن استهوتهم فرندا، جاك بيرك. الخلوة في الإسلام ليست انقطاعاً عن الحياة وغض الطرف عن هموم الناس وقضاياهم، وإنما هي مجابهة الحياة بقلب عامر بذكر الله متوكل عليه. فسيدي بومدين الغوص دفين تلمسان انطلق من هذه الخلوة في بجاية إلى القدس للجهاد مع صلاح الدين الأيوبي، حيث دفنت ذراعه الشريفة هناك. إبان الغزو الإسباني لشمال إفريقيا تحولت هذه الخلوات إلى أماكن رباط وجهاد. فمن هنا، من خلوة مرجاج بأعالي وهران، انطلقت قوافل المرابطين لتحرير المدينة. الرباط قديما كانت الربط جمع رباط، كانت تكون على الموانئ وعلى السواحل خاصة لمواجهة العدو، هي دور عبادة كانوا يختلون فيها مع ربهم بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن. آخرهم تقريبا هو الأمير عبد القادر الجزائري، كان في خلواته يصفه ليون روش، وهو من المقربين منه والمخادعين له في آن، يعني كان جاسوسا عليه، يصف في كتابه 32 سنة في الإسلام، يصف خلوة الأمير عبد القادر حين يخلو بربه، لأنه كان يبيت معه في الخيمة نفسها. بمعنى الخلوات هذه هي وقود لهذه الأرواح التي تجابه الملمات والمدلهمات. والمقاومة التي أرعبت فرنسا في جبال صدوق أفلا ببجاية ونواحيها أعلنها الشيخ الحداد بعد خلوته التي دامت 40 يوما داخل هذا المسجد، الذي خرج منه بمقولته الشهيرة: سأرمي بفرنسا خارج البحار كما رميت بعصاي هذه. هذا المسجد كان يختلي فيه الشيخ الحداد، رجل المقاومة المعروف، وكان من العلماء الربانيين. من رباط الجهاد إلى رباط العلم، معركة أخرى خاضها العباد والزهاد إبان الاستعمار الفرنسي. ونحن نمر بمنطقة الموحدين بالبيض، صوت الحق يرتفع من تحت الأرض من داخل هذا المسجد الذي يروي حكاية الصمود للشيخ الفاضل سيدي بوحفص، الذي أسس إلى جانب خلوته مسجدا تحت الأرض كان نورا وفتحا وحصنا منيعا لسكان المنطقة. أنشئت هذه الزاوية، زاوية الموحدين، بدءا بحفر المسجد، وقد حفره الشيخ الوارع المتعبد الزاهد التاقي سيد الحاج محمد، وهو من مواليد سنة 1800. الخلوة مطلب نفسي للرقي بالروح، لا ترتبط بالمكان، فالطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، والتأمل في بديع ما خلق طريق إلى معرفة الله وكشف أسرار الوجود. الخلوة من ناحية النفسية هي ظاهرة نفسية
يعيشها الإنسان ربما لتحقيق طمأنينة ولتحقيق راحة البال. ويمكن أن مصطلح متداول في علم النفس بكثرة، وهو أن الخلوة يمكن أن تعتبر لحظة للتطهير. العزلة لها عزلة عامة، عزلة العقلاء للبعد عن الأشرار ولجمع الأفكار والتأليف وكذا. وأما العارفون عزلتهم معنوية، ولو خالطوا الخلق لهم عزلتهم، عزلتهم أمر عرفاني وجداني، لا يتأثرون بطبع ولا بمخالطة الخلق ولا كذا. كعادة العارفين يجدون الخلوة الحقيقية أو الخلوة المناسبة لهم في المساجد وفي زيارة بيت الله الحرام وكذلك، ووجدوها حتى في الأسر. يعني في الأسر عندما يكون مثلا كما الأمير عبد القادر عندما كان في الأسر بلغ حقق في هذه الخلوة مجموعة من المعارف. لذلك نستطيع أن نربط الخلوة بالمعرفة أو بالعرفان أكثر من ربطها بالعلم. ما نفع القلب، ما نفع القلب أي تبديل الأخلاق، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. العزلة يتعامل فيها مع أمرين: كثرة الذكر ثم الفكر في مصنوعات الله تعالى. هذه الخلوات ورصدنا أسرار من دخلوها، لكن من الصعب أن تفك جميع هذه الأسرار إلا ما جادت به قرائحهم من فيوضات فكرية وجدانية تناقلتها الأجيال. يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام. هذه الفيوضات أحيانا تكون إلهامات شعرية يعني في نظم، وتكون نثرية في نثر، كابن الفارض مثلا في تأيته الشهيرة، وكثير من الشعراء الكبار، ابن العربي في ترجمان الأشواق، وسيدي بومدين الغوث في ديوان كامل له. هذا عبارة عن إلهام. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. Thank you.
الخلوة أيضا ينبغي أن ندرك أنها من وسائل الطريق وليست غاية الطريق. يعني الخلوة تكون في أول الطريق وليس في آخره. في ظلمات الخلوات استحضروا الله في قلوبهم، فانبعث النور من ذاتهم هداية وعلما وفكرا. اختاروا بساطة المكان فألبسوه هيبة تجاوزت حدود الزمان. آهٍ يا ذا الفقيه، لو ذقت منها وسمعت الألحان في الخلوات لتركت الدنيا وما أنت فيه وتعش معنا ليوم الممات.